مرحب بكم مشاهدينا مشاهدي قناه نادي الزمالك في كل مكان من داخل احدى الفنادق الكبرى طبعا، وحفل عقد الرعايه لنادي الزمالك مع طبعا شركه النيل العقاريه، واحده من اكبر الشركات في مصر والشرق الاوسط. بنشكر المستشار مرتضى منصور والكابتن احمد مرتضى والكابتن امير مرتضى اللي بذلوا مجهود كبير لعقد يليق بمكانه وتاريخ واسم نادي الزمالك. طبعا دلوقتي مشرفنا ومنورنا واحد طبعا المسؤولين عن هذا الانجاز طبعا لنادي الزمالك كابتن امير مرتضى المشرف العام. كابتن امير بيبارك لك النهارده العقد الرعايه يليق بمكانه واسم نادي الزمالك. كابتن بشكرك طبعا يا خالد، و زي ما انت قلت يعني نادي الزمالك نادي اكبر انديه في افريقيا، نادي الزمالك يستحق دايما الافضل والاحسن في كل حاجه، وشركه نايل شركه من الشركات اللي اخر فتره شركه بتنمو بشكل كبير جدا على مستوى المبيعات والارقام، شركه بتطور نفسها بشكل كبير جدا، واحنا كنا محتاجين شراكه مش محتاجين معلن. احنا كنا دايما بندور على شريك يعني يبقى فاهم يعني ايه زمالك، فاهم يعني ايه تاريخ نادي الزمالك. شركه نايل من الشركات المحترمه جدا، يعني ان شاء الله الفتره الجايه يكون في شراكات تانية مع شركات برضو تانية موجوده في على مستوى الاعلانات يعني، ويكون كلهم شركات بمستوى شركة نايل، عندهم مشروع للنادي، عندهم رؤية للنادي، مش بس مجرد اعلان يعني. كابتن امين مرتضى مش عايز اطول على حضرتك، كل جماهير الزمالك بتشكرك، تعاملك بس مش مقتصر في الاشراف على فريق الكرة، اي حاجة بتخدم نادي الزمالك كابتن امير والكابتن احمد والمستشار مرتضى دايما موجودين فيها لمصلحة وخدمة نادي الزمالك. كابتن امير ما فيش شكر على يعني ده واجب عليا، نادي الزمالك يستحق اكتر من كده مننا كلنا، واتمنى ان انا يعني اكون عند حسن ظن الناس، وان شاء الله اللي هيجاي هيكون احسن ان شاء الله. شكرا جدا يا كابتن. شكرا يا كابتن. شكرا. طبعا ده كان لقائنا طبعا المهم مع الكابتن امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكره بنادي الزمالك.